السلام عليكم. دائما في سلسلة الروبورتاجات حول الفلاحة والزراعات الاستراتيجية في الجزائر، اليوم نعرفكم بإنتاج التفاح في منطقة باتنة بالأوراس، واللي هذه التجربة الرائدة في إنتاج يعني الانتقال من الفلاحة التقليدية في السبعينيات القرن الماضي إلى مزارع يعني كبيرة جدا في إنتاج التفاح، وللعلم فيه تجارب أخرى في خنشلة وفي مناطق أخرى لإنتاج التفاح بنوعية عالمية. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو بدون إطالة، والسلام عليكم. إشمول حيدوسة أولاد عوف فم الطوب من بلدية ولاية باتنة الأكثر إنتاجا لفاكهة التفاح. هذه الشعبة الفلاحية التي تعتبر شعبة حديثة في ولاية باتنة، حيث كانت محصورة لغرض الاستهلاك العائلي فقط إلى غاية بداية السبعينيات، عندما قام رئيس الراحل هواري بوميديا بتوزيع آلاف أشجار التفاح على فلاحي منطقة الأوراس كتجربة أولى هدفها توسيع هذا النوع من الفاكهة. احنا في بلدية حيدوسة معروفين بشعبة التفاح، والتفاح بدأ في منطقة الرحوات هي الأولى، هي تنتمي إلى بلدية حيدوسة ونفلة ثاني قرية من بلدية حيدوسة، حتى هي بدأت كما احنا بدينا في 2003. درك رانا وسعنا فيها ودخلنا فيها لي بورتغراف واحد اخرين، وتوسع هذا الانتاج هذا، وخاصه السنه عندنا مردوديه ما شاء الله، وكاينه وفره وكاين خير ما شاء الله. انواع مختلفه من التفاح ينتجها الفلاحون داخل هذه المستثمرات الفلاحيه المنتشره عبر بلديات وادي الطاقه وإشمول وحيدوسة وفم الطوب وأولاد عوف، ولعل أهم هذه الأنواع هي جولدن ورويال وستار كريمسون. وهذه أنواع تأقلمت بشكل كبير مع الطبيعة الجبلية الباردة في مرتفعات منطقة الأوراس، لذلك نجد تفاح الأوراس الجبلي من أجود الأنواع وألذها وأكثرها مقاومة لأطول مدة تخزين. من هنا لو كان جيت يعني تجي ما اسباب انواع تاع التفاح هذه هي ما بها، هي على راسها هي ديما هي الجولدن، ومن ما يجي كيما نسميوها احنا الكبده والله قال هذيك، وكاين رويال، وهذه راهي هي الجولدن. هاك شوف النوعيه الشجر التفاح ديك نوع الرمل لا تعد ولا تحصى، ومن بينهم الا غير ستار كريمسون غير الرويال قالا غير. المردود الجيد لهذه الفاكهه واقبال المستهلكين عليها جعل المنتجين يعملون على توسيع مساحتها اكثر فاكثر باستصلاح مساحات جديده كانت الى وقت قصير ارضا بور، على غرار مستثمرة الإخوة معلم ببلدية وادي الطاقة التي تعد أكبر مستثمرة بتعداد قارب 80,000 شجرة تفاح على قدم وساق من أجل بلوغ 100,000 شجرة. وازداد الإقبال على هذا النوع من الفاكهة أكثرا بقرار منع استيراد التفاح. احنا يا من سنة 1995 غرسنا الغريسه الاولى، غرسنا 3000 شجره في ايجي الفاون، بعد ما شفنا النتيجه وشفنا بلي تنجح وصلناها في ايجي الفاون ل 50,000 شجره. هذه هنايا من 2018 جيت للبلاصه هذه سويتها خدمتها وغرستها في 2019. هي غرس الاشجار في منطقه الاوراس بصفه عامه راهي في تزايد، وخاصة من سنة 2016 اللي ثبتنا رب العالمين. أنا ذاك كان رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد المجيد تبون حفظه الله، هو السبب في الفلاحة وفي الزيادة هذه تاع الأشجار، كي وقف دار قرار تاع وقف الاستيراد تاع التفاح، وقعت عليها ضجة كبيرة هذاك العام.
من هذيك الوقت والناس تزيد تغرس، اللي عنده 400 شجره درك ربما راه في 4000، واللي عنده 4000 راه في 40000، وكل عام راهي كاينه زياده كل عام. هو وقع شويه خلل في الجفاف السنين الاخرى هذه، ان شاء الله راه جاي الخير. انا كيما نشوف باللي التفاح على عامين ثلاثه تفاح يكفي الجزائر ويروح للتصدير. اليوم أصبحت بساتين التفاح عبر أقاليم ولاية باتنا تستقطب اليد العاملة من مختلف مناطق ولاية باتنا وحتى خارج الولاية، يد عاملة من مختلف الأعمار تقصد هذه البساتين كل يوم خلال موسم الجني وحتى خلال بقية أيام السنة، سواء من أجل تجديد الأحواض أو التسميد والرش ومن أجل تقليم الأشجار وغيرها من الأعمال الفلاحية المطلوبة على مدار السنة. شعبة التفاح في ولاية باتنا تحتاج إلى مرافقة أكبر من طرف الجهات الوصية، خاصة فيما تتعلق بتوفير مصادر السقي الفلاحي وكذلك الكهرباء الفلاحية التي يعاني من نقصها الكثير من الفلاحين والمستثمرين. ضف إلى ذلك وضعية شبكات الطرقات التي كثيرا ما تعيق عملية إخراج ونقل الغلة أثناء نضوجها. أما الشباك الواقية من البرد فهي أيضا من أهم مطالب منتجي التفاح، وهي معيقات إذا تم تذليلها سيكون هذا عاملا مهما في تشجيع الفلاحين على زيادة عمليات توسيع هذه الشعبة أكثر فأكثر، وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. العراقيل اللي عندنا هذا مولد كهربائي جروب إلكتروجين، هذا نقدر نشربنا باش عندي زوج، هذا هنا في مجبى درت زوج باش نقدروا نوسعوا هنا في مجبى، يلزم لنا الكهرباء. رانا عندنا عام وشهرين منين درنا درا دوموند، يعني الحق تاع ربي اللي فيه يجي البون 50000 شجره، وداروا دوموندينا الكهرباء، دارونا من الاولويات ودارونا من الاولين مدير الفلاح، والحمد لله جرى معنا في اطار الكهرباء الفلاحيه ودينا الكهرباء. هذا ويعمل المستثمرون ما في وسعهم من أجل تقديم ناتج صحي ذو مذاق متميز من خلال سلسلة التبريد المتبعة، وكذا الاعتماد على الأسمدة الطبيعية الخاصة بالمواشي والأبقار. التفاح هذا نقلوه هنا للمستودعات ونبه بعدوه من الشمس من الغبار الحفاظ عليه، ونوجدوه لنقلوا الى الولايات الاخرى للتسويق ولا الغرف التبريد. كيما درك ان شاء الله السلعه هذه راح تروح لبشار. انتاج السنه لاباس كاين، الانتاج السنه راه كاين الخير، كاين الخير، هو كل عام كل عام مباركته الخير كاين، كل عام كاين، والانتاج راه في تزايد والحمد لله يا رب العالمين. الفلاحون عقدوا العزم على العمل أكثر ومجابهة كل الصعوبات، لكنهم بحاجة ماسة لدعم أكبر من طرف الجهة المعنية التي تتوقع هذه السنة إنتاج أكثر من 1,200,000 قنطار من فاكهة التفاح في ولاية باتنا التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة وبحق مملكة التفاح الجبلي.